والله مشاهدينا الكرام في تكملة فقرة تلسكوب معنا عادل بن هيف. مرحبا ومسهلا. حياك الله يا عادل. الله يبقيك من النار ينجيك. كيف حالك؟ الله يعافيك. ما شاء الله على قولتهم على سنقة عشرة طالع. كل يوم أبشرك. عادل هذه ملاحظة يقولون عادل دائما يطلع حتى في السناب والصور الشخصية وذي حريص أن المظهر يكون دائما على سنقة عشرة. يعني أظهر لهم خبل ولا كيف ولا أظهر لهم سروال سنة؟ أكيد إني بظهر ملابس وكاشخ ولازم. الواحد ما يظهر قدام الكاميرا طول عمره إلا هو لابس وكاشخ. أنت ليش ما قدمت بقميص؟ مو عن قميصك، أحيانا في الحسابات الشخصية، أتكلم عن السناب ليس على الهواء في البرنامج. نتكلم عن حساباتك الشخصية لما بحثنا لك عن مقاطع، يعني تتصور وحط طاولة وأجواء و... لازم تعامل الحسابات الشخصية نفس البرامج اللي على القنوات الفضائية، نفس الشيء. أنت الآن جاي لابس ثوب، مجهز لك طاولة، مجهز لك كرسيين، نفس الطريقة. أنت لما تبي تقدم مادة للمشاهدين سواء عن طريق سناب أو عن طريق تويتر أو كذا، لازم أنك تجهز لك الأدوات المساعدة لنجاح هذه المادة، عارف كيف؟ نفس الشيء يعني. طيب التجهيز ما تحس مبالغ فيه؟ أحيانا الواحد يطلع على بساطة، تجي فكرة في السناب حساب شخصي، مو بلازم ألبس شماغ وعقال وحط إضاءات. أنا 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 ولا أنا أنت حاطك يعني ماخذك مشروع مستقبلي إنك إن شاء الله بتكمل ولازم. أنا بإذن الله مؤمن إن عندي محتوى، عارف كيف؟ عشان كذا أنا أتعب على هذا المحتوى. ثاني شيء أنا أحيانا أحط ستاندر قارورة ماء ولا بيالة شاي أحطها ستاندر طول عمر الجهاز وثبت عليه. هذا خلف الكواليس، لكن اللي ظاهر قدام في التصوير لا. اللي ظاهر ما يمشي ما لهم إلا بالمحتوى يمشون بالمحتوى هذا. يعني أنت حريص على توازن بين المحتوى والشكل أن يطلع في أكمل صورة. شاعر ملقي مقدم ممتاز، كذا عرفت بنفسك. صحيح. ليش كاتب ممتاز يعني؟ والله شوف أنا أحيانا أحب، مو بأحيانا، أنا دائما أحب الاختلاف، عارف كيف؟ واحد يقول